مركز سيلكور الطبي للليزر بيعزز ريادته مع افتتاح مقره الجديد بوسط بيروت. مركز سيلكور الطبي للليزر المركز الرائد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجال إزالة الشعر الزائد والعلاج التجميلي بالليزر وخدمات علاج البشرة. سحر تألق وخبرة ورعاية محترفة صفات ميزت الاسم اللامع لسيلكور ليزر ميديكال سنتر يلي صار بحفل افتتاح كبير بمقره بالصيف فيليج بوسط بيروت. سيلكور الرائدة بمجال علاج الشعر بالليزر والخدمات الطبية والتجميلية، وكان حفل الكوكتيل مع اطلاق ورش عمل متخصصة ومعرض لأهم انجازات سيلكور مع حضور أهم الشخصيات بالمجتمع. يعني أنا مثل ما بقولها على طول، عن جد القصة كلها بلشت بحلم، يعني مثل كأنه حلمت شغلي وفرد مرة قلبت حقيقة. حتى الأوبنينج اللي عم نعمله هون، بس أرجع لورا 10 سنين كيف بلشنا بأبراج 2 موصفين، يعني 2 employees بلشنا الفرع كله، وبشوف على كل العالم جاية من كندا، من أبوظبي، من إيران، من موريال، من دنيا كلها جايين. يعني it's very emotional by the way، لأنه إن 10 سنين 12 سنة شغل كتير قومنا، كتير عملنا. يعني تعرف الحالة بلبنان أيام ما بتساعدك، تسافري لبرا كل هالأشياء ترجع تحسي حالك. نرجع نوقف كل مرة ونرجع نقول لا it's okay we can do better، نرجع كمان نتفش لقدام أكتر. أنا بوعدكم شغلة واحدة، سيلكور رح يوصل على كل بلاد العالم، اسم لبنان من سوليدير رح يوصل على كل بلاد العالم. لمسة فخامة بتحكي إبداع تصاميم المجوهرات.